السلام عليكم. محسن السبسي رئيس الهيئة الوطنية لمهني التصوير المغرب، وكذلك رئيس الجمعية المغربية لمهني التصوير بالرباط والسهل وتمارا. كما كتعرفوا الإخوان كاملين المهنيين، المغرب كيمر بواحد الأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا. الحمد لله على كل حاجة. اليوم احنا كجمعية بدينا بواحد الحملة ديال توزيع بعض المساعدات على بعض المهنيين اللي في المناطق ديالنا وفي المدن ديالنا. سبقت هاد الحمله كذلك مدينه تطوان وبعض الجمعيات ديالنا. الهدف من هاد الحملات هو اننا نعاونوا الناس اللي كيعانيوا، مصورين المهنيين اللي كيعانيوا. وهذا هو الهدف اللي كنا كنقولوا كهيئه وكجمعيات، كنا كناديو المصورين انهم يديروا البطاقه ديال المقاول الذاتي، انهم كذلك بالنسبه للمحلات انهم يعزوا بالاثمنه ديالهم، لا بالنسبه للثمن الصور لا بالنسبه للثمن المناسبات. وصلنا، ربي عطانا واحد الامتحان، يعني في اول امتحان بصراحه ما نجحناش. الدليل ان جميع تقريبا المهنيين اللي كاينين في المغرب يعني ما عندهمش مصاريف ديال يومين ثلاث ايام. هذا دليل على ان النداءات اللي كنا كنوجهوا كجمعيات وكهيئه اننا المدن يهزوا في الثمن ديالهم، لا بالنسبه للصور التعريف ولا كذلك بالنسبه للثمن ديال اخراج الصور، كذلك المصورين الاحرار كنا كنقولوا لهم بالنسبه للمناسبات وبالنسبه للخدامي كنا كنقول لهم هزوا الثمن ديالكم على اساس منين تجي بحال هذا النهار هذا، يعني كاين اللي ما قدرش يقاوم حتى يومين ثلاث ايام ديال عدم العمل. من هذا المنبر كنشكر جميع الاخوان اللي ساهموا معنا واللي غادي يساهموا معنا. هذه حمله اولى دارتها الجمعيه، غادي تتلوها العديد من الحملات في مختلف انحاء المغرب. كنتمنوا ان جميع الاخوان يساهموا، والهدف من هذا الفيديو ولا الروبورتاج اللي كنديروا دابا ماشي هو هدف اننا كنبينوا اننا مثلا اشهار ولا شي حاجه، الهدف منه هو نحثوا الجمعيات ونعطيهم القدوة والمثال باش يعاونوا ويأزروا بعضياتهم. كذلك الجمعية اليوم دارت بعض التراخيص، لأن احنا غادي ننزلوا نموذج في الصفحات ديالنا وفي الصفحات ديالنا في الفيسبوك والواتساب، باش الإخوان رؤساء الجمعيات والمكاتب يخرجوا رخص باش يقدروا يتحركوا عند المنخرطين ديالهم ويساعدوهم ماديا. كنشكر. السلام عليكم، معكم حميد زينون، كاتب العام الجمعية المغربية لمهني قطاع التصوير بالرباط سالة تمارا، وأمين العام الفيدرالي الهيئة العليا لمهني التصوير بالمغرب. اليوم حنا كجمعية وكفيدرالية الحمد لله في هذه الظروف اللي كيمرها من المغرب واللي هي ظروف عصيبة، كنحاولوا نعطيو ذاك الدور الأهم ديال الجمعية أو كالهيئة باش كتقوم بالدور ديالها من الناحيه الاجتماعيه، بحكم ان واحد المجموعه ديال المصورين كنشوفوهم انهم كيعانيوا وفي وضعيه جد مزريه بسبب غياب الشروط الضروريه والصحيه للاستمرار في 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 الحصول على القوت اليومي ديالهم. فبدون لغه خشب ممكن اليوم نهضروا على المصور المهني في ظروف ان التوقف العمل والتوقف الترخيص للقاعات والاعراس والمناسبات والمنتديات والملتقيات، يعني هذه المجالات اللي كيخدم فيها المصور. اليوم المصور عاطل عن العمل، وكاينين المصورين اللي دابا ما لاقينش ما ياكلوا حاليا. اليوم كجمعيه الحمد لله ديال الرباط سالة تمارا دارت واحد المبادره ديالها، وحاولت توصل لواحد مجموعه ديال القفاف لواحد المجموعه ديال المصورين اللي اليوم كيعانيوا وكيعانيون بشده. اليوم كيف ما قلت ما لاقينش طرف ديال الخبز اللي غادي ياكلوا فيه، وحنا كنهضروا من عين المكان ومن الواقع اللي كنعيشوا فيه وكيعيشوا فيه واحد المجموعه ديال المصورين. هذا الشيء هذا شنو الاسباب ديالو؟ الاسباب ديالو هو بان القطاع غير مهيكل اولا، ثانيا ان مجموعه ديال المهنيين ما يقارب 80% ما كيتوفروش على التغطيه الصحيه وما كيتوفروش على قانون المعاشات. لهذا كنوجه الدعوه ديالي للحكومه المغربيه باش تشوف هاد الاخوان ديالنا المهنيين، لانهم كيضيعوا هما والاسر ديالهم. كاين اللي عنده اربعه اطفال، كاين اللي عنده ثلاثه، كاين اللي كيعيل الاسر ديالهم. ففي الحقيقه
ما السلطات المغربيه او الحكومه المغربيه خصها تشوف هاد المهنيين اللي هما المصورين راهم ضايعين، وكنوجهوا رساله لجلاله الملك كذلك باش يعطي العنايه ديالو الساميه لهذا القطاع هذا، ويرفع به القدام ويحاول يقنوا، حيت اسر عديده كيف ما قلت لكم حوالي تقريبا 2 مليون نسمه كتعيش في المغرب من هذا القطاع هذا. فكيف يعقل ان اليوم اننا كنشوفوا مهنيين كيتقطعوا قدامنا وحنا ما عندنا ما نديروا لهم؟ كيف يعقل اننا كنشوفوا مهنيين سادين المحلات ديالهم وغادي يخلصوا الضرائب ديالهم وغادي يخلصوا الواجبات ديالهم ويخلصوا الناس اللي خدامين عندهم، في حين انهم ما عندهم حتى شي مدخول، ما عندهم حتى شي ريال انهم كيدخلوه بدون لغه خشب؟ فخصنا نهضروا على ان الناس المهنيين راهم متشردين معنى الكلمه، ولا طالت المده سوف تكون كارثه بكل المقاييس على القطاع. بغينا من الحكومه المغربيه تشوف هاد الناس هادو وتحاول تقننهم وتدخل القطاع التصوير او مهنه التصوير في القطاعات الهشه والقطاعات المتضرره في صندوق ديال الدعم اللي اسسه جلاله الملك نصره الله واللي كتصرع عليه الحكومه. لجنه اليقظه خصها تشوف بعين الاعتبار هاد القطاع هذا وتحاول انها تدرجوا كيف ما قلت تدرجوا وتشوف وتحصيهم هاد المهنيين هادو، وممكن حنا كهيئه عليا ديال هاد القطاع هذا اللي كتصرف عليه اننا نساعدوا هاد اللجنه ديال اليقظه ونحاولوا نعرفوا بالمهنيين اللي عندنا في المغرب والناس اللي متضررين فعلا. فكنحيي جميع المبادرات اللي على صعيد المغرب اللي فيها التآزر والتضامن في هاد الظروف العصيبه. وشكرا. كيفاش نزيد كما قال الاخ حامد، الهيئه قامت بالواجب ديالها ابتداء من يوم الاثنين، رسلنا العديد من القطاعات الوزاريه وكذلك رئاسات الحكومه، يعني وضعنا الرسالات من الاسبوع اللي داز. احنا كواحد القطاع غير مهيكل، الحكومه بدات بواحد قطاعات اللي هي مهيكله وبدات كتساعدها يا اما مباشره يا اما بطريقه ديال الدعم الغير مباشر، منها لا سي ان اس اس، منها تخفيض بعض ديال التامين، منها العديد من القطاعات. حنا المشكل ديالنا كقطاع ديال قطاع غير مهيكل، حنا الحكومه بدايه من غدا ان شاء الله غادي يبداو يناقشوا هذا الموضوع ديال القطاعات المهيكله، وحنا ان شاء الله بحكم تواجدنا مدينه الرباط حنا وضعين ما بين عينينا ان كندافعوا على جميع المهنيين ديال قطاع التصوير في المغرب، محلات التصوير، مستخدمين، مصورين احرار، ارباب المحلات، جميع الناس. حنا كهيئه وكمكتب بحكم تواجدنا مدينه الرباط كندافعوا على جميع المهنيين. وشكرا. لا تنسوا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.